خير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الحلقة هتكون مهمة وخاصة جدا جدا، لأن احنا بنتكلم قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي وبيراميدز. هذه المباراة الهامة جدا في الأسبوع 25 من بطولة الدوري العام، مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة بالنسبة للفريقين. طبعا كلام كان كتير جدا عن هذه المباراة من البارح بالتحديد، وخصوصا بعد قرار الأمن المفاجئ بالأمس أو أول أمس بالتحديد إن مفيش جمهور هيحضر هذه المباراة. بالتالي كان في كلام كتير جدا، وفي الحقيقة ما كانش ينفع بصراحة الماتش ده يتلعب من غير جماهير. المهم في النهاية توصلوا لاتفاق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي والجهات الأمنية المسؤولة عن هذه المباراة إن المباراة تكون بجماهير، وده اللي احنا كلنا بنتمناه نظرا لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الفرق في بطولة الدوري، خصوصا ان مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز كانت بجمهور في ملعب الإسماعيلي، مباراة الزمالك مع بيراميدز كانت في بجمهور في ملعب بتروسبورت، فما كانش ينفع ان مباراة الأهلي وبيراميدز تبقى من غير جمهور. يعني هيبقى السؤال هنا او الإجابة هنا هتبقى صعبة جدا على المسؤولين ان ليه المباراه من غير جمهور، وده السؤال في الحقيقه اللي احنا كنا بنساله امبارح. يعني كنا مستغربين جدا ليه المباراه هتكون من غير جمهور، رغم ان جمهور النادي الاهلي في مباراه صن داونز كان اكثر من رائع والامور كلها عارفينها، واتكلمنا في الموضوع ده اكثر من مره، فبالتالي ما فيش ما يمنع حضور جمهور النادي الاهلي للمباريات في بطوله الدوري طبقا للوائح الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم واللي تم اعتمادها قبل بداية الموسم مع كل الأندية. فما كانش فيه أي حاجة تمنع خالص إن الأهلي يحضر جمهوره في مباراة بيراميدز. ويمكن للأسف بعض الشخصيات يعني كانوا بيتكلموا على إن لا لازم الأهلي يوافق على طول مع الأمن، طبعا الأمن قال حاجة مش عارف، إحنا طبعا بنحترم وبنقدر الأمن بكل تأكيد، بس لازم يكون في منطقية في القصة، يعني لازم يكون في إقناع. ما مش منطقي خالص ان انت كنت بتنظم حفلات وبتنظم مباريات كتيره وكمان مقبل على بطوله الامم الافريقيه وما يبقاش في جمهور بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد في مباراه بيراميدز. لكن عامه بنشكر اكيد الامن بعد هذه الازمه اللي هو يمكن صدرها بطريقه او باخرى او كان ليه رؤيه معينه وكلنا بنحترمها بكل تاكيد. في الاخر طبعا تم الموافقه على حضور جمهور النادي الاهلي، فاكيد بنشكر الامن واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في تامين كل الاحداث والمجريات في مصر بشكل عام، يعني من جميع المجالات يعني، وده شيء اكيد مميز ومهم، واحنا كلنا في ظهر الامن، واهم حاجه طبعا في مصر ان احنا نساند امننا الوطني والقومي، اكيد ده شيء مؤكد. يعني الأزمة كانت ماشية إزاي أو حل الأزمة أو الكواليس كانت ماشية إزاي؟ زي ما أنتم عارفين بعد ما القرار صدر أول إمبارح بالليل كان في انعقاد مستمر، حتى لو ما كانش من خلال تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع بداية القرار، لكن كان في اتصالات مستمرة ما بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. إمبارح بالتحديد كان في محاولات من الصبح لحد الساعة 7-8 كده، وكانت المحاولات كلها باءت بالفشل من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي مع الجهات الأمنية، فبالتالي مجلس الإدارة قرر إن هو يعمل اجتماع طارئ في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واللي أعتقد ابتدى في حوالي حدود الساعة 9 مساء. خلال الاجتماع كان في اتصالات أخرى عديدة من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع جهات أمنية وشخصيات أمنية مهمة جدا للتوصل لاتفاق في النهاية بخصوص هذه المباراة. بالتالي تم الاستقرار بالليل على الساعة 11-12 كده إن خلاص جمهور النادي الأهلي يحضر المباراة بشكل طبيعي وما فيش أي مشكلة، بالتالي خلاص نشكر أكيد الأمن على الموافقة على حضور جمهور النادي الأهلي، ودي كانت الكواليس حملنا نعرفها لحضراتكم. وبالتالي انتهت الأزمة وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور ماشية بشكل كويس. بالتالي بقى المطلوب من جمهور النادي الأهلي خلال هذه المباراة مطلوب جدا جدا بداية إن أنت كالعادة والمعتاد من جمهور النادي الأهلي إنك تساند فريقك،